في قصصهم عبرة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي، نحن نقص عليك آية وحكاية. ألو، وي، هاي، هاكيك، هاكم، كالعادة عاملين فيا. بيه حط أي حطة وكاختش بلوس، هاي بيان سور، هاي 7.5 كالعادة. هاي جابوا معادلات يهبلوا. عايشك عايش أختي، هاي باي حنون، هاي باي أختي باي. سلم عليكم تحاني. سلام. هاي هاتك التليفون، هاي هات التليفون. صحيت به. قصتنا لليوم تقولوا ليش تعرفوها زيدا؟ قعدتوا تعسوا علي ايش نكتب. قصة سيدنا لوط. باهي، الحاجة المهمة اللي يلزمكم تعرفوها ساعة قبل ما ندخلوا في المعجزات وحكاياته والدعوة متاعه، انه سيدنا لوط عليه السلام يجي ولد خو سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي حكينا عليه في قصص فارتة. تتفكروا وقت اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام قرر إنه باش يهاجر؟ تفكروا وقت اللي حكيناها؟ مش فما وقتها راجل بركة أمن بيها اللي هو لوط. من بعد سبحان الله ربي أمره باش يمشي القرية معينة باش ينشر فيها الدعوة متاعه اللي هي اسمها قرية سادوم، واللي هي موجودة في بلاد الشام. وهذاك هو اللي صار. امشي. جاك النوم فاطمة؟ أيمن مش لازمة. ليلى. يا سيدي امشي سيدنا لوط عليه السلام للقرية هذه. أما القرية هذه يعيشوا فيها قوم ما همش نورمال جملة، ناس طاغين كافرين، يضربوا يعنفوا يسرقوا الحاجات الخايبة الكل يعملوهم، وأي حد يجيهم يعتديوا عليه، يبدأ معناتها براني يعرفوه ما هوش مك القرية يعتديوا عليه ما يرحموا حد، لا نساء ولا رجال، السرقة والنهب والكفر وكل شيء فيهم. لهنا بدأت الدعوة متاع سيدنا لوط عليه السلام، واللي هي ما كانتش سهلة بالكل. وسورتو يلزمنا نعرفوا حاجة مهمة في القوم هذية. القوم هذية فاطمة كانوا يعملوا في حاجة ياسر خايبة وتخالف شرع ربي وسنة الحياة زادة، اللي هي صحيت الحاجة هذه فاطمة إنهم كانوا يعرسوا رجال برجال. أي كانوا يعرسوا رجال برجال تاو نورمال. صحيت يجاهروا بها زيدا، راهو تاش معناتها يجاهروا بها؟ معناتها في العلن قدام العباد جهرا في النهار وفي القايلة ويقولوها ومواثقين بكل ثقة في النفس معناتها، وفرحانين وما يحشموش ومش خايفين من ربي سبحانه، ويقولوا نورمال احنا نعرسوا رجال برجال. هيا سيدي سيدنا لوط عليه السلام حاول كل جهده باش يبطلوا هالصنعة هذه الخايبة وينحيوها من بالهم، يحطوا ربي في بالهم وذي حاجة حرام وما يجيش، وهما باقي عاصين وشادين صحيح فيها المعصية هذه متاعهم وفيها الصنعة هذه. أما نبي الله سيدنا لوط عليه السلام عمره ما أيس وحاول إنه يخوفهم. كيفاش باهي احنا كيفاش نخافوا؟ شنو نقولوا؟ نقولوا حرام، نقولوا ربي يحرق بالنار هك ولا ليه؟ صحيت هو زاد كيكه قال لهم راهو تستنى فيكم نار حمراء نار موقده، راهو جهنم وبئس المصير، راهو الشيء اللي تعملوا فيه راهو حرام وراهو ربي باش يحاسبكم. وزيدا مش هكيكه برك يحكي لهم على نعيم الجنه ويقول لهم شنو باش يلقاو فيها والحاجات الباهيه اللي تستنى فيهم كان ينحيوا الصنعه نتاعهم الخايبه، كيفاش ربي غفور رحيم، كيفاش كي هما يتوبوا ربي يسامحهم ويغفر لهم ويمشيوا للجنه. وابدا انك القوم لا حبوا يسمعوا الكلام ولا يصدقوه ولا يقولوا انه فما ربي باقي عاصين الا عائلته المصغره. تعرف معناتها عائلته المصغره؟ مثلا انا وبابا وانت وقصي واخوك. صحيت هذيك تتسمى العائله المصغره. أما طلعوا شكون اللي ما آمنتش من عائلته؟
الأم صحيت تعرفها؟ بالحق بالحق أنت قلت لي ما أمنتش فوالا خاطر عائلة مصغرة قعدت وحدة صحيت زوجته صحيت هي اللي ما أمنتش لا يزي ما أمنتش إنه فما ربي لا يزي رجلها لا يزي طلعوا شو عملتها إمسان ده القوم إمسان ده العبيد ومكذبة رجلها معناتها بصدقة ليه تساند فيهم تساند فيهم معناتها معاهم معناتها ضد رجلها اللي هو رجلها نورمال مو رجلها هي تقف معاه هي زوجته هك ولا ليه تقف معاه صدقوا أبدا ويقولوا زيدة اللي حتى هي زيدة كانت عندها حاجات سيئة تعملهم وهنا اختلفوا العلماء في المعلومة هذية أما المرته معناتها زوجته راهي عمرها ما كانت معاه وإلا مساندته كانت بالعكس ضدته وما كانتش مؤمنة وعمرها ما صدقت الدعوة نتاع سيدنا لوط عليه السلام ولا شعمل سيدنا لوط عليه السلام قعد ليل ونهار وهو يدعي في ربي باش ينجيه من القوم ذايا خاطر حاول وحاول وحاول وما لقى حتى نتيجة أبارك العائلة المصغرة الكلهم باقي عاصين قعد مسيكن يدعي ليل ونهار يا ربي نجيني من هالقوم ذايا خاطر هما هدوه انهم باش يعتديوا عليه انهم باش يقتلوه انهم باش يعملوا معاه حاجات خايبه خاف هنا يمشي لربي كي هو دعا ربي سبحانه وقعد يطلب ويقول يا ربي نجيني منهم ويا ربي انقذني وراهو قوم عاصي وراهو مش حابين يأمنوا بيك يا اخي ربي استجب صحيت ربي كريم ورحمته واسعه ويستجيب خاصة للأنبياء اللي هو ديما نقولوا اصطفاهم رغم الأنبياء ربي اختارهم بالذمة للدعوة خاطر مش أي إنسان يجم يقوم بالحاجات اللي يعملهم النبي واللي هو ينزل عليه الوحي نجي وتوى للحاجات اللي تحبوهم في قصتنا معجزات اللي صحيت المعجزات صاروا معجزات بالحق ياسر ياسر محلاهم المعجزات تعرفوش كيفاش معجزات نكملهم لكم غدوه ليه اي بعطينا وقت طويله توا مقبيكه واحنا نحكيو اعطينا واحده طويله معجزه انه ربي بعث له ملائكه وتقعدوا تستنيوا الغدوه توا كيفاش ربي سبحانه بعث له ملائكه باش ينجيوه وفعلا نجيوه صحيت ما تعرفوش انتوما كيفاش بالضبط هذا نكملوه لكم غدوه ان شاء الله اما قبل ما نختم حصتنا كالعاده نقولوا للسادة المشاهدين عنا سؤال السؤال متاع اليوم يقول في الجزء الأول من قصة سيدنا لوط عليه السلام شكون اللي ما أمنتش بدعوة سيدنا لوط عليه السلام E1 بنته E2 زوجته تبعثوا لنا SMS على 85-885 بيان سور كالعادة نتمنوا لكم حظ وفير الناس الكل باش تربحوا معنا عمرة وأحنا نتقابلوا معاكم إن شاء الله في الجزء الثاني والأخير من قصة سيدنا لوط غدوة إن شاء الله صباح الخير وعلينا كي يقولوا طوى صباح الخير صباح الخير في قصصهم عبرة تلك القرى نقص عليك من أنبائها نقص عليك نبأهم يقصون عليكم آياتي نحن نقص عليك آية وحكاية.